شادي ماما، أنا سمعت اللي حصل لكمال. البقية في حياتك يا شادي. حياتك الباقية. باباك كان بيحبك قوي على فكرة. يعني بس كان دايما في بينا اختلافات على كل حاجة. بس هو كان فخور قوي بيك. كان دايما لما بيكلمني بيحكي لي عنك كتير. هو انتوا كنتوا بتتكلموا؟ ايوه. يعني انتوا طول السنين دي كنتوا بتتكلموا وانتي ما كنتيش بتكلميني او بتسألي عليا؟ ما كانش ينفع يا شادي. خليني افهمك. من ساعة ما اتجوزت انا وكمال ما كناش ننفع مع بعض، ما كناش مبسوطين، بس كملنا علشانك، ولما بقى عمرك 6 سنين اتطلقنا. عشان انا خنته، كنت في اضعف حالاتي، اضعف واسوأ حالاتي، وبعدين سبت الغردقة كلها ومشيت. طب ما حاولتيش تاخديني معاكي؟ يعني اكيد حاولتي، مش كده؟ كمال اداني مبلغ كبير قوي عشان ابعد وما اظهرش تاني في حياتك. هو كان شايف انه كده بيحميك مني. وانتي وافقتي بسهوله دي؟ غصب عني يا شادي، كنت محتاجه الفلوس دي قوي. وبعدين اتجوزت تاني وخلفت واتشغلت بحياتي الجديده. كان غصب عنك؟ اخدت فلوس وبعدتي عني غصب عنك؟ انا عشت طول عمري فاكر ان انا لما اقابل امي هتبقى عايزه تشوفني. عشت طول عمري عايز اشوفك، لكن انا دلوقتي قدامي واحده كل اللي بتفكر فيه كان الفلوس. يا ريتني ما كنت قابلتك يا ماما.